السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك أختي؟ بخير الله يعافيك. عساك الخير دوم إن شاء الله. الله أختي، ممكن تعرفينا عن نفسك؟ من أي بلد حضرتك؟ عاصي الشمري من الكويت. حياك الله. الله يحييك. الله يحفظك يا رب. أختي، كيف عرفتي مستشفى وشتاني؟ كيف قدرتي توصلين عندنا المستشفى؟ والله عندي صديقة. نعم. وهالصديقة وايد نصحتني فيه من قبل تقريبا 10 سنين. نعم. والحمد لله سويت كذا عملية فيه. نعم. ولله الحمد والمنة، يعني صراحة يعني عندي وشتاني في المرتبة الأولى. جزاك الله خير. الله ينور حياتك إن شاء الله. الله. طيب أختي، كيف كانت أعراضك قبل ما تجين عندنا المستشفى؟ كيف كنت تعاني من الأشياء هذه، الأعراض، الآلام؟ والله كنت أعاني من عوار، ما أنام إلا بمسكن. نعم. وتزرق يديني وتنتفخ. نعم. أي فجيت هذا قبل كم سنة؟ عفواً على المقاطعة. أي. لا، أنا جيت مع الوالدة علاج. نعم. فجيت هنا سويت شيك، قالوا لي لازم، لأن عندي اشتغلت أربطة وغضاريف. نعم. فسويت معاملتي وجيت هنا سويت عملية. يعني حالياً كيف شفتي العلاج عندنا قبل وبعد العملية؟ لا صراحة ما، يعني شهادتي فيكم مجروحة. الله يحفظك يا رب. لا وايد وايد. جزاك الله ألف خير. الله يحفظك. زين، ما هو انطباعك أو الصورة اللي أخذتيها عن المستشفى؟ الخدمات، الستاف، النرسات، الدكاترة، كيف طريقة العلاج؟ والله شوفي، أنا ما أبالغ وما أبي أقدر ما أقول كلام يعني ما يكون صريح. نعم. بصراحة ما شفت عناية مثل عندكم، أولا من الستاف، ثانيا السسترات اللي عندكم وايد دارسين، مو نفس المستشفيات الثانية اللي يكونون مجرد نرسات عاديين. الطاقم الطبي، الدكاترة عندكم بروفيشنال، يعني من كل شيء صراحة وايد زين. كيف أداء القسم العربي معاكي؟ لا، الأداء القسم العربي يبي له ما نترجم لهم. لا، نتكلم من صورة يعني. والله لا، يعني والله كلهم شكراً متعاونين. شكرا على المجاملة. والله متعاونين معاي، وأنا عندهم يعني من العملاء المميزين، وكل واحدة بالكويت تسألني أقولها روحي وش تاني. جزاك الله ألف خير. الله يحفظك يا رب. طيب كيف، ما نطول عليك الحديث، يعني أنت تعبانة والسموحة طولنا معاك الحديث، بس النصيحة والكلمة الأخيرة اللي توجهيها لأبناء بلدك أو البنات اللي أنتم من عندهم أو المرضى بصورة عامة في الميدل إيست؟ والله أنا أنصحهم إذا كانوا يعانون من أي شيء مرض يعني عظام، نعم، يجون وشتاني، ما يفكرون إلا بوشتاني غيره لا. تسلمين، جزاك الله ألف خير. السموحة أخذنا من وقتك ومشكورة جدا. الله يحفظ أسرتك إن شاء الله ويحفظك وترجعين بلدك سالمة من كل سوء. حبيبتي حبيبتي مشكورة. تسلمين، شكرا جزيلا أخت وفاء. حبيبتي.